جيمس كاميرون يا جماعة مخرج وكاتب سلسلة أفلام أفاتار. أنا عارف الأخبار الماضية تكلمنا عنه، برضو في خبر ثاني اليوم عنه. يقول ها ركزوا في إيش يقول. يقول يا جماعة الخير، إذا نزل فيلم أفاتار الجزء الثاني وحجزتوا تذاكره على خير ودخلتوا السينما وقررتوا تتابعوا الفيلم، وفي نص الفيلم كذا حصل إنكم احتجتوا تروحوا إلى دورة المياه أكرمكم الله، عادي مو مشكلة، روحوا دورة المياه خلصوا أموركم وكل حاجة، بس تأكدوا إنكم ترجعوا تشوفوا الفيلم من جديد، يعني احجزوا تذاكر من جديد ورجع تابعوه مرة ثانية. أكيد يا حبيبي مش أنت اللي قاعد تدفع قيمة التذاكر. وطبعا أكيد أنه يستهبل، بس فيما معناه اللي يقصد أنه يا جماعة ركزوا في الفيلم، كل مشهد مهم، كل فريم مهم، كل حوار مهم، إذا احتجت تروحوا الحمام ارجع احجزوا الفيلم مرة ثانية أفضل، لأنه لو راح عليكم أي مشهد راح تضطروا أنكم فعلا تعيدوا متابعة الفيلم. أوكي خير إن شاء الله. ويا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. حياكم الله في سلسله شخبار هوليوود لهذا الاسبوع، واللي نناقش فيها جديد الافلام والمسلسلات والمخرجين والممثلين واي شيء له علاقه في عالم هوليوود بشكل عام. اشتركوا لي في القناه يا جماعه لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا لي جرس التنبيهات على طريقكم، ولو اعجبكم الفيديو الضغط على زر اللايك افضل شيء ممكن تسويه علشان تدعم القناه. حط لايك وافقع، ما هي صعبة يعني. ما عجبك الفيديو حط ديسلايك وافقع، ما هي صعبة برضو. تعالوا تابعوني على قناة الألعاب والميمز والقناة الترفيهية بشكل عام، موجودة في صندوق الوصف. غير كذا يلا بينا نشوف شخبار هوليوود لهذا الأسبوع. التريلر الأول لمسلسل جين في المشتق من عالم The Boys العنيف والدموي صدر أخيرا. مسلسل The Boys تقريبا 99% مننا عارفين، مسلسل دموي عنيف جريء وسوداوي اللعنة. هذا المسلسل الجديد اللي اسمه جين في مشتق من نفس عالم The Boys، ولكنه راح يسلط الضوء على المراهقين اللي يملكون قوة خارقة. The Boys مركز على الكبار والناس اللي ايش في الشركات والناس المجرمين والناس اللي يعني خلصوا دراسة من زمان. جين في راح يركز على المراهقين والصغار اللي عندهم قوة خارقة، وكيف راح يتعاملوا معاها وإيش المشاكل اللي راح تصير بينهم، وبنفس الأسلوب والسوداوية والدموية والعنف والجرأة اللي في The Boys. المسلسل راح يصدر سنة 2023 حصريا على منصة أمازون برايم. وفي حال لا سمح الله وفي حال أنك ما تابعت The Boys، أبغاك تسمع مني هذه الكلمتين. أنت ما تحب السوبر هيرو، أنت ما تحب الأبطال الخارقين، أنت ما تحب الكذب والأكشن المبالغ فيه، أنا معك أوكي خذ راحتك، بس أبغاك تعطي مسلسل The Boys فرصة، أبغاك تجرب تشوفه، ترى تجربة مختلفة حاجة جديدة، اسمع كلامي واعطيه فرصة، وإذا ما عجبك اسحب عليه ما هي صعبة ترى. جيمس غان يا جماعة نشر صورة البوستر الرسمي الأولية لفيلم بلو بيتل أو الخنفساء الزرقاء، واللي راح يكون من داخل عالم دي سي. جيمس غان اللي صار المدير الكبير لدي سي نشر هذا البوستر على تويتر، وحصلت التغريدة على أكثر من 160 ألف لايك وفي أقل من 24 ساعة. أنا ماني فاكر بالضبط، بس على حد علمي انه هذا المشروع مشروع بلو بيتل تقريبا اخذ او واجه مشاكل كبيرة في البداية وكان على وشك انه يتكنسل، ولكن بطريقة ما رجع للحياة واستمر الشغل عليه. عموما فيلم بلو بيتل راح نشوفه في سنة 2023، وتريلر جديد بتفاصيل اكثر ومشاهد جديدة من المسلسل المنتظر The Last of Us المشتق من اللعبة الشهيرة The Last of Us. التريلر يا جماعة الخير انا تابعته يبشر بخير جدا، ويقول اننا مقبلين باذن الله على مسلسل متماسك ومرتب الى حد كبير. HBO كمان ما يحتاج، مواقع التصوير اللي ظهرت في التريلر جدا جميله، السينماتوجرافي كمان من اروع ما يكون، والنجوم ما يحتاج يعني شهادتنا فيهم مجروحه، هم كانوا في Game of Thrones already. كل اللي باقي لنا ايش؟ باقي بس ينزل المسلسل ونقول يا الله يا كريم. ما تابعت التريلر ضروري تتابعه، لانه راح يعطيك فكره جدا جدا رهيبه او فكره واضحه عن هذا المسلسل. والممثله كيت ديكي تنضم رسميا للموسم الثاني من مسلسل لوكي، وراح تقدم دور الشخصية الشريرة. ممكن تكون هي الشريرة الرئيسية في الجزء الثاني من مسلسل لوكي، وممكن تكون أحد الأشرار. أما هي صراحة الممثلة هذه ليق عليها دور الشر بشكل مرة مرة رهيب. بشكل عام يا جماعة مسلسل لوكي راح نشوفه بمشيئة الله في صيف 2023، يعني لسه بدري لا تستعجل. والموسم الثالث من مسلسل The Mandalorian المشتق من عالم
ستار وورز قادم رسميا بأولى حلقاته يوم 1 مارس 2023، يعني بعد 3 شهور تقريبا. وصدر العرض الدعائي الجديد والرسمي لفيلم حراس المجرة الجزء الثالث أو Guardian of the Galaxy الجزء الثالث، تقدرون تشوفونه الآن على اليوتيوب، وكمان تقدرون تدخلوا على قناتي وتشوفوا التريلر رياكشن، ناقشنا فيه أمور كثيرة وحاولنا نحلل التريلر قدر الإمكان. ومش بس كده يا جماعة، كمان صدر العرض الدعائي الجديد للفيلم الجديد من سلسلة ترانسفورمرز أو المتحولون، واللي راح يكون بداية جديدة لسلسلة أفلام قد تكون 3 أفلام جديدة لترانسفورمرز. عملنا له تريلر رياكشن وحللنا بعض المشاهد فيه، وكمان حطينا فيه كيف تتابع جميع أفلام ترانسفورمرز بالترتيب لو حاب تتابعها من جديد. وبرضو يا جماعة، العرض الدعائي الأول لفيلم إنديانا جونز الجزء الخامس وصل، يب الأسبوع هذا كله تريلرات، وكشف التريلر تفاصيل كثيرة وأعطانا فكرة مبدئية وشبه واضحة لتوجه الفيلم. ولو فاكرين لكم يا جماعة قلت لكم أنه راح يتم التلاعب في ملامح هاريسون فورد بالسي جي آي، يعني بحيث يبان أصغر سنا. أحب أقول لكم أنه يب هاريسون فورد ظهر في التريلر في جزء معين، في مشهد معين، بنسخة شابة، بالفعل عدلوا عليها بالسي جي آي. واضح أنه بيكون فلاش باك، ممكن يكون سريع وممكن يكون مطول الله أعلم، ولكن يب في نسخة شابة من هاريسون فورد بتظهر في الفيلم، وفي نسخة اللي هي النسخة الحالية والنسخة الكبيرة في السن. جيمس كاميرون يا جماعة اللي مكسر أم السوشيال ميديا هذه الأيام يقول إنه مخطط على جزء 6 و7 لسلسلة أفلام أفاتار. يب 6 و7، الثاني والثالث والرابع والخامس اوريدي خلاص شغالين عليها، الموضوع منتهي، بس 6 و7 ما زال مخطط لها، يعني لسه قاعد يخطط لها. يا جماعة الخير، احد يعطيه كتاب باب ما جاء في حل بالافلام والمسلسلات؟ ايش هذا يا ابوي؟ ايش فيه يا جيمس كاميرون؟ انا متاكد وفاهم انه عالم افاتار عالم كبير وعندك خيال كبير فيه، بس 6 و7 وين رايح يا ابوي؟ الى اين؟ هيركز معايا في الخبر الجاي. المخرج انجلي يخرج فيلم يحكي فيه قصة حياة ومسيرة البطل الرهيب بروس لي، ومش بس كده، الفيلم راح يكون من بطولة ميزون لي. يا عيني يا عيني يا عيني، الخبر ذا بالذات انا منتظر عنه اي تفاصيل اضافية جديدة. ليش؟ لانه بروس لي يا جماعة عنده قصة مرة مرة مثيرة للاهتمام، ففكرة انك تشوفها على فيلم اوف حتكون حاجة مرة رهيبة. وذكرت بعض المصادر يا جماعة انه فيلم او الجزء الثاني من فيلم نوبادي راح يتم تصويره السنة القادمة. فاكرين فيلم نوبادي؟ ياب، فيلم اكشن رهيب من اروع ما يكون، مليان كذب، مليان خرشيات رهيبة، ومليان اشياء غير متوقعة. اصلا نهاية الجزء الاول كانت تقول انه لسه القصة ما اكتملت، لسه باقي اشياء كثيرة نبغى نعرفها عن هذا العالم، فليش لا جزء ثاني؟ فكرة مرة رهيبة، لانه حرفيا انا شخصيا في اشياء كثيرة ودي اكتشفها عن عالم نوبادي هذا بالتحديد. وللان زي ما قلت لكم ما في شيء رسمي، ولكن ذكرت بعض المصادر انه فعلا شغالين على جزء ثاني، او على الاقل قاعدين يبداوا يشتغلوا على جزء ثاني من فيلم نوبادي. وايا كان يا جماعه، لو في اخبار جديده وصلت عن هذا الخبر بالتحديد واي اخبار ثانيه تعرفون راح اشاركها معاكم. وروبرت دينيرو يا جماعه، الممثل المخضرم والعريق الكبير النجم الساطع منذ عشرات السنوات، ورسميا ولاول مره في مسيرته راح يشارك ويقدم دور بطولي في مسلسل اسمه زيرو داي على منصه نتفليكس. تقول بعض المصادر انه قصة المسلسل راح تكون انه روبرت دينيرو راح يقدم دور احد رؤساء امريكا السابقين، من هو الرئيس وايش السالفة وفي اي زمن الله اعلم. ويا شيخ، ايوه يا شيخ، اطربني مسلسل واكيد مكون من مجموعة حلقات ويمكن كمان مجموعة مواسم ومن بطولة روبرت دينيرو، كمون. وفيلم فايلنت نايت يا جماعة نزل في صالات السينما، ولو فاكرين الفيلم يحكي قصة عنيفة لسانتا كلوز او بابا نويل. بابا مش بس بابا نويل الكيوت اللي يوزع هدايا، انما شخص يكافح ويقاتل الجريمة، بدل ما يجيب هدايا ويفقع المرة راح يجيب هدايا ويلاحق المجرمين كمان ويلطش. الفيلم الى الان اخذ مراجعات من جيدة الى جيدة جدا، وتقييمات برضو كويسة، فلو تحبون الافلام اللي فيها خروج عن المألوف وعنف وتلطيم واكشن كده مبالغ فيه، تقدرون الان تروحوا تتابعونه في السينما. بالمرة لو كنت في السينما كمان وحاب تعيد ذكريات وتعيش لحظات جميلة، احب اذكركم يا جماعة انه فيلم انترستيلر موجود في صالات السينما وتم اعادة عرضه. الكلام هذا داخل السعودية، عاد مدري في دول الخليج في الدول العربية ايوه ولا لا، ماني عارف. طيب فيلم انترستيلر تم اعادة طرحه، تقدر تروح تتابعه من جديد وتعيش اللحظة من جديد. أنا عن نفسي للأمانة شفت الفيلم حوالي 4 مرات، وأفكر صدقا إني أروح أعيد متابعته في السينما، ليش لا؟ لو مو علشان الفيلم والقصة الجميلة والأداء الأسطوري لماثيو ماكونهي، بروح بس علشان أسمع موسيقى هانز زيمر الأسطورية. تخيل إنك كده جالس في السينما وتسمع موسيقى هانز زيمر.
الله يعطيكم العافية يا جماعة. إلى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لايك للفيديو لو أعجبكم، اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات على طريقكم. تعالوا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وقناة الألعاب والميمز والقناة الترفيهية بشكل عام، موجودة في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.